بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نعيش معكم نفحات هذا الشهر الكريم الذي نعيش في إطار قدسياته الطيبات، للصيام قدسيته وإشعاعاته التي تنبض على العقل حكمة، وعلى النفس نورا، وعلى البدن يمنا وطهارة. ها هي الأيام التي تتوالى حاملة معها هذه النفحات الطيبات. هيا معا إلى مفتتح هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من موقع وزارة الأوقاف. هيا معا إلى دوحة القرآن الكريم مع سورة الحاقة، تلاوة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وانشقت السماء
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. استمعتم سيداتي وسادتي إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحاقة تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. إخوة الإيمان والإسلام، لا شك أن شهر الخير، شهر رمضان المبارك، ما هو إلا نعمة من الله عز وجل لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولن تتأتى التقوى إلا بمراقبة الله سبحانه وتعالى في كل أعمال العبد، فالصيام والصلاة والزكاة وكل أعمال المرء لابد أن يراقب فيها المرء ربه عز وجل. من أجل هذا، هذه كلمة طيبة من الدكتور سعيد حامد من شباب علماء وزارة الأوقاف حول موضوع المراقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبع هداه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. ففي إحدى الدول الغربية حينما انقطعت الكهرباء سجلت مئات السرقات ومئات الاغتصابات ومئات الجرائم، كل ذلك لغياب الرقابة الذاتية في النفس البشرية. لكن المسلم الحقيقي دائما ما يسترعي انتباهه رقابة الله جل وعلا له. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه الرقابة الذاتية هي الدافعة لذلك الغلام ألا يذبح طائرة حينما أمره أستاذه أن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد من الناس، فذهب في جميع الأمكنة في الصحراء فيستدعي أن هناك عليه رقيبا، فيجيء إلى البنيان فيستدعي أن عليه رقيبا، حتى جاء بعد 3 أيام إلى أستاذه فقال له: لماذا لم تذبح طائرك؟ قال: يا أستاذي، لم أذهب في مكان إلا ووجدت فيه الله جل وعلا. فالله جل وعلا موجود في كل مكان، رقيب عليك في كلماتك، في إشاراتك، في لفتاتك، في نومك،
في قيامك. قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، في كل مكان هو معكم، في كل كلمة هو معكم، في كل إشارة هو معكم. هو معك أيها الأستاذ حينما تدرس لتلاميذك، هو معك أيها الطبيب حينما تكشف على مرضاك، هو معك أيها المعلم حينما تعلم طلابك، هو معك أيها العامل حينما تذهب إلى وظيفتك. فالله معكم أينما كنتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمة طيبة حول المراقبة لفضيلة الدكتور سعيد حامد من شباب علماء وزارة الأوقاف. هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ أنت الرحمن لك العتبى، ورضاك سلام ننشده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ غفرانك أنت بنا بر، يا من بالحب نمجده. أنعمت علينا من نعم، أنعمت علينا من نعم، أنعمت علينا من نعم، من ينكرها؟ تبت يده. يا رب الكون وموجده، من رب غيرك نعبده؟ غفرانك أنت بنا بر، يا من بالحب نمجده. أنعمت علينا من نعم، أنعمت علينا من نعم، أنعمت علينا من نعم، من ينكرها؟ تبت يده. أسماها دين يعصمنا، أسماها دين يعصمنا، أسماها دين يعصمنا، وكتاب أنت مجوده، ونبي أنت مؤدبه، فأقام الحق تجلده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.